شهد القرن العشرين أخطر التحولات في تاريخ البشرية، وشهد العالم آنذاك إرهاصات مواجهات نووية كادت أن تتسبب في فناء البشرية. اصطفافات المواجهات أدت إلى نشوء عالم وذهب آخر. سنعود بذاكرتنا إلى الوراء، إلى نهاية الخمسينيات ومطلع الستينات، إلى كوبا وزعيمها فيدل كاسترو، والذي ارتبط اسمه بإحدى أخطر العمليات وأكثرها سرية في القرن الماضي. إنها عملية نورث وودز، الأكثر سرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. مطلع ستينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1959، كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على أشدها. وفي تلك اللحظة صعد فيدل كاسترو إلى المشهد بعدما أطاح بالزعيمة الكوبية المدعومة من واشنطن فولجنسيو باتيستا، وبذلك جعل كاسترو من كوبا أول دولة شيوعية في نصف الكرة الغربي. هذا الواقع أثار قلق واشنطن من التهديد البعيد المتمثل في الاتحاد السوفيتي الذي بلغ من القوة ما فاض عن حاجته أمام حقيقة وجود دولة شيوعية على بعد 145 كيلومترا فقط من ساحل فلوريدا، وبدا أن الحرب الباردة يمكن أن تتحول إلى مواجهات مباشرة. انطلقت الاستخبارات الأمريكية في البداية لتحييد خطر كاسترو بعملية خليج الخنازير التي دعمتها وكالة الاستخبارات المركزية عام 1961، والتي وضعت تحت حكم الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور. بعد فشل العملية ظهر كاسترو بطلاً قومياً، وبدأت علاقته بروسيا تأخذ منحاً آخر من التعاون، وهنا قرر الجيش الأمريكي التدخل في هذا الملف. في العام 1962 طلب الجنرال إدوارد لانسديل رئيس عمليات مشروع كوبا المناهض لكاسترو عملية النمس من هيئة الأركان المشتركة، وصفاً موجزاً ودقيقاً للذرائع التي يمكن أن تقدم مبرراً للجيش الأمريكي للتدخل في كوبا. ورداً على ذلك أصدرت هيئة الأركان المشتركة بقيادة الجنرال ليمان عملية نورث وودز. أما في 13 من مارس آذار قدم ليمان عملية نورث وود أمام وزير الدفاع روبرت ماكنا مارا الوثيقة التي وافقت عليها هيئة الأركان المشتركة. حددت عدداً من الطرق التي يمكن من خلالها أن تحرض الولايات المتحدة على حرب ضد كوبا. إذ اقترحت أحد الخطط تدبير حوادث منسقة جيداً في غوانتانامو وحولها لجعل الأمر يبدو كما لو أن القاعدة الأمريكية تتعرض لهجوم. ومن أجل جعل الهجوم يبدو موثوقاً، اقترحت عملية نورث وود استخدام الشائعات وإشعال الحرائق وتنظيم الجنازات المزيفة من أجل الضحايا. بموجب الخطة يمكن أن تفجر الولايات المتحدة سفينة في خليج غوانتانامو وتلقي باللوم على كوبا، أو يمكنها تفجير سفينة غير مأهولة ثم تزيف عملية إنقاذ. وذكر التقرير قوائم الضحايا في الصحف الأمريكية يمكن أن تثير موجة مفيدة من مشاعر السخط الوطنية. وبرغم ذلك بقيت خطة نورث وودز حبيسة الأدراج بعد أن أبلغ الرئيس جون كينيدي ليمان مباشرة في 16 من آذار 1962 أنه ليس لديه خطط لاستخدام أي نوع من القوة لاستهداف كوبا. وربما يكون سبب إبقاء هذه الأمور سرية لوقت طويل هو أن واشنطن لم ترغب في إفشائها أبدا لأنها كانت محرجة للغاية، لكنها خرجت إلى العالم بعد فترة تكتم دامت أكثر من 30 سنة تقريبا عام 1998. إن المتتبع لتفاصيل هذه الخطة الخطيرة سيتمكن من إدراك تفاصيل العملية والتي تعكس توترات الحرب الباردة والمخاوف بشأن كوبا، ويكشف عن عقلية المخططين لهذه العملية وكيف انعكس فكرهم على من جاء بعدهم وما أفغانستان والعراق عنا ببعد.